تعد منطقة الظايا القبلية بمدينة الأغواط من بين المناطق الفلاحية المنتجة بامتياز، إلا أن حالها بين الأمس واليوم تحول إلى الأسوأ بسبب نقص مياه السقي، ما جعل الفلاحين يناشدون الجهات الوصية. احنا فلاحين منطقة الظايا القبلية بالأغواط، رانا نطلبوا مسيره الوالي، راهو عندنا وعدونا السلطات تاع الولايه البلديه وعدونا بيعطونا رخصه استثنائيه، رانا عطشنا ما عندناش الماء باه نسقوا، رانا اللي كان يخدم في خمس قطارات راهي ولا يخدم في قطار وماهوش لاحقوا. التعب وهذه الخدمه تاع قداش سنه من 84 وانا عندي شهاده الاستقلال تاع الارض، راها 40 سنه، كان اللي عنده 20 سنه تاع خدمه، كان عنده 25، كان اللي عنده 30، راه كلش مات، ما بقى والو، راها تسمى قصر من الثلثين من الحق اللي عدي هنا راه مات، بقى لي قد ثلث. راكم كما راكم شفتوا راه اسمه الشجر قاعد يبس، ماش لاقيين، رانا نسقوا عندنا ما عدناش، عندنا خطره في السمانه نسقوا، درك راه ما عدناش حل، درك لازم يساعدونا في هذه التوريزاسيون هذه بيعطوها لنا. انشغال الفلاحين حملته الشروق نيوز إلى مدير القطاع. السنة الجارية أصدرنا ما يقارب أكثر من 2000 رخصة من تلقاو الرفض من طرف الوكالة الوطنية للموارد المائية اللي حددت هذه المواقع هذو أو هذه المحيطات وفق دراسات تقنية معمقة، قولوا لهم ما نقدروش نمنحوا لكم الرخصة لأنه انخفاض منسوب الماء على مستوى هذه المكامن المائية أدى إلى رفض ملفاتهم، ونتأسفوا لهم على كل حال. وتبقى مسألة الحصول على الموافقة الاستثنائية مسألة تخضع إلى تقديرات الجهات الوصية، كون المنطقة التي عاينتها الشروق نيوز تعد بعيدة جدا عن التجمعات السكنية.